رجال ما عليهم أمان. ليش بتحكي هالحكي؟ لأنك لو جبتي ولد كان خلاكي جوزك يومين ثلاثة بالمستشفى حتى ترتاحي. أنا مرتاحة. كلام، بتدافعي عنه وهو ما بيستاهل الدفاع. أخ يا هالة، لو تعرفي أمه شو قاعدة بتخطط له. شو؟ يتجوز عليكي. يتجوز علي؟ طبعا، ما انت عارفة رجال، الواحدة فينا بس توقع برموها رمي. لا لا، ما اظن يا رغدة مروان يعمل هيك. بكرة لما بتشوفي ضرتك في البيت رح تصدقي. اصحي لحالك يا هلا وانتبهي، بكرة رح تروح عليكي وما بيخسر فيها الشغلة غيرك انت وبنتك سهير هالمسكينة. لا مش ممكن بابا يتجوز عن ماما، البابا بحب الماما وبس. يا حرام، من كتر ما بحب امك بده يجيب لها واحدة تسليها وتكون ام الك يا سهير. لا انا ما بدي غير هاي الماما، ماما هاي وبس. تنشوف. لا تأخذيني يا هالة، انا ما قلت هالكلام حتى اسم بدنك، بالعكس انا قلته من حرقة قلبي عليك وعلى سهير هالمسكينة. وعلى هي شو اسمها العروسة الحلوة الجديدة؟ اسمها حنان. حنان، يا ريت قلب مروان يحن على حالتكم وما يكون أناني ويركض ورا رغباته. هيني أنا بدون أولاد وسعيد كتير مع جوزي. الأولاد يا هالة مش كل إشي بالدنيا، لكن عقلية الرجال هي المشكلة.